عريسينا هيا وحضر قايد بيدو قطعة قمر عروستنا الفرح نور عريس الغزال مصور نزل العرسان عالسفة هنوهم بالزغاريت والسقفة لاقوهم يا عروستنا من قدك من قدك القمر مصمود بحدك بحدك بالعروس يا هلا ومرحب بيها اهلا وسهلا بالعروس يا هلا ومرحب بيها يا هنيا لك يا عريس حقك تتباهى فيها تعمر دارك يا ابو العريس مبارك تعمر دارك وتظل الفرحة دايم دوم بدارك وتظل الفرحة دايم دوم بدارك يم العروس فرحي وطماني يم العروس فرحي
عريس مدلل، oh.
دعوته الشباب الى يوم معالي الناس الكبير الاخ محمد صديق الصدوق والعامل بالاخلاص اصحاب المعالي والرؤوفه والسعاده ايها الاخوه المستقبلين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا يوم من الايام الطيبه نلتقي فيه تلبيه من امر رب العزه وسنه رسولنا الكريم. رب العزه التي جعل الزواج ايه من ايات وخلق الزوجين من نفس واحده وجعل الزواج سبيلا للموده والمحبه والامن والطمانينه التي تمتد لتشمل الاسرتين ورسول العظيم الذي جعل الزواج متاعا خير متاع الدنيا الزوج الصالح وجعله سنه الزواج سنه رائعه عن سنه فليس منه وجعله واجبا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج. نحن اليوم نلتقي لنسلم في صناعه اسره اردنيه عربيه مسلمه نرجو الله ان تكون امينه في مداليك هذا الوطن الطيب الذي ندعو المولى جل وعلا ليبقى دائما واحد امن واستقرار حكم دافع يفيد اليه كل من هجر وطنه او هجر من وطنه فلا يجد في هذا البلد الا المحرم الدافع والا صدر القوم الحنون. نلتقي هذا اليوم لنجمع عشيرتين اصيلتين الحجاج وهم من الطيب لهذا الوطن الطيب اصلا وحسنا ونسبا ودورا هم مكلفون من الاخ حصان الحجاج الذي رغم كثره المصاريف ما زال يحتفظ بحلمه الطيب وتواضعه وكرامته وكرمه وال الحسين الذين لا يحتاجون الى من يعرفهم التاريخ يعرف دورهم في بناء الاردن والوطن العربي الكل اصاله وحسنا ونسبا ودورا في بناء الاوطان. تلتقي هاتان الاسرتان لنصنع واحد فرح في امه جمعاء الفرح. نلتقي لنزرع الحب والمحبه والموده ومع ذلك فعيوننا الى الغرب تجد اهلنا يعيشون تحت الظلام والدمار والتخريب والايذاء يحافظون على ارضهم وعلى وطنهم. لنقول لهم نحن معكم وان تركتكم الاخرون كنا وما زلنا واحد لا نقبل القسمة على رقم اثنين أهل وأحبة نصنع هذا الوطن أسرة واحدة متحابة على الخير وفي الوقت نفسه عيوننا على فلسطين عيوننا على القدس لتكون عاصمة دولة الاستقلال الفلسطيني إن شاء الله. أيها الأخوة الكرام القاعة تغص بمن فيها من محبي آل حجاز وآل الحسين ولذلك يقتضي الموقف الاختصار أقول قولي هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرجو الله أن تمن علينا لنعود فريقين كما دخلنا. نحتاج من بيتكم إلى عزيزة عليكم فبذلك كبدكم آمنة ابنة عبد الناصر الحسيني إلى ابنكم وابن عبد الله بن عصام الجازي كلنا أمل أن يلقى خطابنا إن شاء الله فنعود كما كل فرحين كما دخلنا ويعم الفرح هذا الوطن الطيب دائما. السلام عليكم. الحمد لله الدائم بلا أمل العزيز بلا سند القوي بلا عدد الذي رفع السماء من غير عمل الواحد الاحد الصمد الذي
الرسالة والكرامة. كرامة بالحق والبيان ولقد أول الدوار ذكرى الله. كرامة بالورى بالمقام التقوى والشياطين نفسيها. يا شباب الأردنية يا شباب الأردنية يا أردن حمار
مخلوق اي ومشنشال بذهبها عروستنا محلاها هو يخلف على اللي طلبها ويخلف على اللي اعطاها هو ماني سامع زغاريت من عمات وخالاته وين زغاريت وين هو خاله تكوي للقميص وعم تصفط بدلاته شايف حالك